بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل وفيها كلام مهم جدا بخصوص بعض الملفات اللي ظهرت على الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة. وقبل بداية الحلقة بنتكلم على مباراة الدوري اللي تم إعلانها بشكل رسمي حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو، هنتكلم على ملفات تانية في بعض اللجان ودور اللجان داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، هنتكلم على استعداد الأهلي للمباريات المحلية من بكرة بإذن الله، عندنا استئناف المشوار المحلي وثلاث مباريات في أقل من أسبوع، NBA في طلائع الجيش ثم سيراميكا كليوباترا وبعد كده نهائي إفريقيا، حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة، وكمان هنلقي الضوء على استعدادات الأهلي والتدريب الأخير لأن النهاردة الفريق هيدخل معسكر مغلق قبل مباراة NBA غدا إن شاء الله في الدوري العام. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال لحلقة النهاردة، وبدري بدري كده نسخن بسرعة قبل مباراة بكرة، وعايز أعرف وجهة نظركم ورأيكم أفضل تشكيل يلعب بيه الأهلي مباراة NBA غدا في الدوري العام، في ظل بقى ممكن يبقى في روتيشن، ممكن يكون في تغييرات، نفس العناصر الأساسية، الموضوع هيبقى يعني فيه هات وخد كتير قوي، عشان كده عايزينكم تشاركوا معنا في الإجابة على سؤال الحلقة. تقدروا تشاركوا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر بإذن الله من آرائكم على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بكرة أمام NBA. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة NBA. وفي الترند المحلي، رسميا كاف يخطر اتحاد الكرة بمواجهة غينيا 14 يونيو. وفي الترند العالمي، أزمة فينيسيوس في الدوري الأسباني حديث العالم. موضوع العنصرية ده بقى متكرر بشكل كبير جدا في الملاعب الأوروبية، يعني تريزيجيه والواقعة اللي حصلت معاه، وفي تحقيق كبير جدا في الفترة الأخيرة بيحصل في الدوري التركي، وكنت أتمنى أن يكون في دعم لموقف تريزيجيه من عدد من نجوم الكرة المصرية خاصة المحترفين في الخارج، لأن بعد وقعة فينيسيوس بالأمس في الدوري الأسباني هو أحد اللاعبين البرازيليين المشهورين وأحد لاعبي ريال مدريد، النهاردة شفنا العديد من اللاعبين البرازيليين حتى لاعب النادي الأهلي برونو سافيو رافض هذا التصرف العنصري اللي حصل مع فينيسيوس في الدوري الأسباني. عموما لما نشوف الفترة اللي جاية ممكن الفيفا يتخذ خطوات جادة جدا بخصوص العنصرية اللي بتحصل في بعض الملاعب الأوروبية. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم، النهاردة في جولة كبيرة جدا من المباريات المحلية والأوروبية. طيب الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، هذه المباراة هتنطلق إن شاء الله في 7 من مساء اليوم على ملعب الاتحاد السكندري ملعب الأسكندرية، الساعة 9:30 الداخلية مع الزمالك، والساعة 9:30 أيضا في نفس التوقيت المقاولين العرب مع طلائع الجيش. الفترة الجاية هتشوف المواعيد متأخرة شوية بسبب طبعا التوقيت الصيفي. الدوري الإنجليزي واللي خلاص انتهى وشهد بالأمس حفل تتويج واحتفال مانشستر سيتي بالفوز بالبريمير ليج للعام الثالث على التوالي، فالمباريات المتبقيه كلها تحصيل حاصل او تحديد المراكز. الساعه 10 من مساء اليوم نيوكاسل يونايتد بيستضيف ليستر سيتي. الدوري الايطالي ايضا واللي انتهى رسمي كمان انتهى بفوز نابولي بالدوري الايطالي. النهارده روما هيلاعب ساليستيانا حوالي الساعه 7:30، وامبولي هيستضيف يوفنتوس الساعه 10:15. دي المباريات دوري انجليزي دوري ايطالي، حتى الدوري الاسباني خلاص كلنا عرفنا ابطال البطولات. في اسبانيا البارس حقق اللقب، في انجلترا كلنا عارفين ان مانشستر سيتي حقق اللقب، في ايطاليا نابولي، في مصر يا مسهل يا رب لعل وعسى خلال الثلاث مباريات القادمه الاهلي يحسم الامور مبكرا عشان لما يرجع من اول 6 او من 20/6 بعد نهايه دوري ابطال افريقيا يقدر بقى كولر يخطط للفتره اللي جايه، لان الفتره الجايه فيها مناسبات قويه جدا، فمهم جدا نحسم الدوري بدري بدري ويكون الاهلي بطل الدوري السنه دي باذن الله. طيب النهارده 22 مايو 2023، الايام بتجري بسرعه والسنين بتجري بسرعه، ولكن اللحظه التاريخيه اللي حصلت في 22 مايو 2001 صعب جدا ان حد ينساها، لان اللحظه دي مش بتخص النادي الاهلي بس، دي بتخص كمان الرياضه المصريه والكره المصريه، لان النادي الاهلي تم اختياره في مثل هذا اليوم قبل 22 سنه نادي القرن في افريقيا. كلنا نتذكر الاتحاد الافريقي عندما توج النادي الاهلي وقتها بلقب نادي القرن الافريقي، وقتها المايسترو الراحل صالح سليم قدامكم طبعا على الشاشه بالتاكيد بيستلم الجائزه، جائزه نادي القرن،
وكان كمان موجود الكابتن محمود الخطيب والمهندس عدلي القيعي. ولحظات تاريخية، الاتحاد الإفريقي وقتها حط قواعد وشروط يمكن محتاجة حلقات وحلقات عشان نشرحها، ولكن وقتها كانت فيه لجنة كرة للاتحاد الإفريقي. خدوا بالكم الموضوع ده هيجي وقت وهشرحه واتكلم فيه، بس انا سايب الناس تتكلم فيه وتقول كل اللي عندها واخر اللي عندها، لان هاجي في وقت معين هستعين بالقيادات الافريقيه اللي كانت موجوده في لجنه الكره اللي عملت هذه الجائزه واللي حطت التصنيف ومعايير في السنوات الاخيره من التسعينات. تمام، امور كانت ليها تفاصيل كتيره هيجي وقتها هنتكلم فيها ونشرح فيها حاجات مهمه جدا، ولعل وعسى ان شاء الله يكونوا القيادات دول موجودين معانا عبر سكايب في الفتره اللي جايه. وطبعا كانت فيهم اسماء بارزه موجوده من مالي ومن كوت ديفوار، يمكن الناس الكلام ده اول مره تسمعه، بس بعد ما تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الافريقي، لا ده قصه نادي القرن فيها تفاصيل، وكانت في لجنه كره في الاتحاد الافريقي مسؤوله عن هذه التفاصيل الفنيه. عموما النادي الاهلي بيحتفل بعد 22 سنه بهذا الحدث الكبير، النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، وحاليا حتى السنه دي واحنا في 2023 الاهلي كمان متفوق باكثر من ضعف النقاط والارقام على اقرب المنافسين. فالمنافسين عشان يقربوا بس من الاهلي في القرن الجديد محتاجين مش اقل من 30 40 سنه، النادي الاهلي ما يكسبش ولا بطوله ولا يلعب في افريقيا وهم يكسبوا كل البطولات. فجائزه نادي القرن يعني كما ذكر اليوم من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي وما نيل المطالب بالتمني، جائزه لا يمكن ان تراها الا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب مباراه الاهلي وانبي في الدوري العام مباراه مهمه جدا. النادي الاهلي لعب 21 مباراه في الدوري، فالفترة اللي جاية هيبقى فيه عدد من المباريات المؤجلة، من ضمنها مباراة إنبي بكرة إن شاء الله أولى هذه المباريات، والثلاث نقاط أكيد هيكون هدف للجهاز الفني لحاجات كتيرة جدا. أولا يوسع فارق النقاط مع أقرب المنافسين فريق بيراميدز، يذهب إلى نهائي إفريقيا ويكون الأمور المعنوية والحالة المعنوية جيدة جدا، فارق النقاط في الدوري، تلعب نهائي إفريقيا وأنت متصدر الدوري وتركيزك يكون وقتها على نهائي إفريقيا. النهاردة التدريب الأخير والرئيسي قبل الدخول في معسكر مغلق، لذلك كل التفاصيل هنعرفها من خلال زميلنا كريم احمد اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره وقريبا بالتاكيد من ملعب التتش عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقه بتدريب الفريق. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر اخبار الفريق والتدريب الرئيسي النهارده، وانا عارف ناس كتيره بتقعد بقى تمسك الورقه والقلم، مين ممكن يريح؟ مين ممكن يلعب أساسي؟ هل كولر هيفكر في راحة العناصر الأساسية؟ يعني من قربك كده من الأحداث وقربك من فريق الكورة، كيف يخطط الجهاز الفني للمباريات الثلاثة المقبلة؟ إنبي، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، وده أول مباراة محلية بعد المشوار الإفريقي خلال الفترة الأخيرة. بالتاكيد يا محمد، طبعا يعني مباريات صعبه جدا والانطلاقه لابد تكون مميزه، يعني بقى لنا فتره كبيره جدا بعيد عن بطوله الدوري العام، عشان كده المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني من الجهاز الاداري، تجديد الدوافع، المعنويات المرتفعه اللي بناكد عليها في كل مره الحقيقه مع لاعبي النادي الاهلي، محتاجين البدايه تكون موفقه، لان انت عندك ثلاث مباريات في وقت صعب وضيق جدا. التدوير مهم جدا الحقيقه لمستر كولر، وده اللي بياكد عليه ان احنا ممكن نشوف عناصر ما بتشاركش خلال الفتره اللي فاتت، هنشوف على مدار الثلاث مباريات القادمه منها طبعا يدي يعني التقاط الانفاس شويه لبعض اللاعبين اللي يمكن بيقوموا بدور ومجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت الراجل بيحاول ان هو يشرك كل اللعيبه، عنده مقياس كولر اللي بيجتهد في التدريب لابد يكون ياخد فرصه، لكن الراجل محكوم برده بيحاول يركز بشكل كبير جدا على العناصر اللي بتخوض المباريات المتتاليه. التوب فورم ما بيجيش بسهوله محمد، انت عارف طبعا يعني اما لعيب بيوصل للتوب فورم ده بالجهد الكبير وبالتركيز وبالمعنويات ان هو كمان محافظ على مستواه، عشان كده الحقيقه يعني بنوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمستر كولر، لان بنشوف لعيبه بشكل مميز جدا بتظهر في التدريب بنشوفها في المباريات بتكون نفس المستوى، عشان كده ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين في الاختيارات باذن الله. مباراه انبي مباراه مهمه جدا غدا في الجوله 29 على استاد القاهره، فيها التساعد ونصف مباراه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان يعني تامر مصطفى المدير الفني لانبي، انت عارف طبعا اي فريق يا محمد بيلعب النادي الاهلي هي مباراه كاس، التكتلات الدفاعيه، الخطوط المتقاربه، تضييق المساحات، امور يعني بتكون وارده بشكل كبير جدا في كل المباريات اللي بينها النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون السيناريوهات مستر كولر فيها اتقان كبير جدا، ياسين المكاري يكون قدر ان هو يحلل بشكل كبير وقدر ان هو يستخلص كل نقاط القوه والضعف لمستر كولر على ترابيزه طبعا المحاضرات، امور عديده جدا بيتناولها مستر كولر سواء عملي او نظري. يمكن النهارده كمان الجو كان صعب جدا يا محمد، امس درجه الحراره كانت صعبه، التدريب كان خمسه لعيبه يمكن الحقيقه شعر بالجهاد كبير رغم الجديه والحماس الكبير جدا في تدريب الامس، لكن النهارده يمكن مستر كولر بيحاول ياخر التدريب شويه عن ميعاده في تمام الخامسه، لان ايضا كمان درجه الحراره صعبه شويه على اللاعبين، الراجل
الراجل بيحاول ان هو يعني ما يهلكش اللاعبين في هذه الاجواء على قد ما يكون الجرعه التدريبيه مكتمله وفيها استفاده بشكل كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن في نقطه مهمه يمكن ثلاث لاعبين هنطمن عليهم ان شاء الله من خلال التدريبات بعض المعلومات. طبعا محمد بالنسبه للمنعم والشحات وكهرباء، يمكن يعني كهرباء بيشتكي من اجهاد بسيط جدا، اجهاد عام، هنطمن عليه ان شاء الله النهارده في التدريب. ايضا كمان حسين الشحات بعض الالام في السمانه، كل الامور دي طبعا مش هنجزم بيها ان اللعيبه مش هتكون داخل القائمه على ان يكون اللاعبين في التدريب. هنقدر من خلال التدريب محمد نشوف ونقيم اللاعبين في التدريب هياخدوا جرعه كامله تدريبيه ولا هيكون في راحه للاعبين. زي ما قلنا عارفين في تدوير، لكن في بعض العناصر محتاجين نعرف جاهزيتها، لان اي اصابات هتبقى في يعني مقلقه شويه للجهاز الفني، لان انت بتفقد الشناوي ومش عايزين نفقد اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي. ايضا كمان منعم كدنا كده في الكاحل، الراجل يمكن اشتكى منعم للجهاز الطبي. كل الامور دي النهارده في اختبار طبي للثلاث لاعبين، فيا رب ان شاء الله نطمن عليهم في التدريب النهارده. اكيد بالتاكيد التدريب هيكون مهم جدا للاعبي النادي الاهلي، التركيز مطلوب، الامور الاعتياديه بالنسبه طبعا للتحضيرات لمستر كورر مهمه جدا، اللاعبين ورغبتها وهدفها ان هي ترجع لسلسله الانتصارات ده امر مهم جدا، اللاعبين الكبار دورهم مهم. الحقيقه مرحله مهمه وصعبه جدا يا محمد، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا رجاله كالعاده وعلى قدر المسؤوليه بشيئه الله يا محمد. طيب كريم، عشان نقول بس خبر للناس، هو التمرين كان الساعه 5 بس تم ترحيل ميعاده للساعه 7:30 عشان درجه الحراره والاجواء والرطوبه، عشان ما يكونش فيها تاثير بدني على اللاعبين، في ظل طبعا ان المباراه بكره اصلا هتتلعب 9:30 بالليل، فما فيش يعني فكره ان تتمرن الساعه 5 عشان ما يبقاش فيه اجهاد او تعب اكتر على اللاعبين في ظل ضغط الماتشات. عشان كده الفريق او الجهاز الفني خلى التمرين الساعه 7:30. بالتاكيد يا محمد طبعا يعني بناكد على هذه المعلومه. يمكن عايز اقول لك الفتره دي يمكن درجه حراره صعبه شويه والشمس في التتش الحقيقه يعني بتقابل صعوبه شويه مع اللاعبين، هي اجواء طبعا كلها بنقابلها في افريقيا، لكن انت في مرحله بنحتاج ان انت تريح اللعيبه بشكل كبير، يكون الجو مقبول شويه، درجه الحراره تنزل شويه، يكون في يعني زي ما بنقول نسمه هواء بسيطه جدا. فان شاء الله يعني مع تقارب الساعه القادمه درجه الحراره تقل شويه وينطلق مران فريق النادي الاهلي، اللي بنتمنى تكون جرعه تدريبيه قويه. لاعبتنا لابد يكون في حفاظ على الجميع، لان مش عايزين نفقد اي حد مش في الثلاث مباريات دول القادمين، بس بالفتره اللي جايه كلها مرحله مهمه وصعبه جدا. منتظرين ان شاء الله تدريب فريق النادي الاهلي يكون في تمام السابعه، ومنها مباشره كالعاده طبعا زي ما النادي الاهلي معودنا عقب انتهاء المران يتوجه النادي الاهلي الى المعسكر المغلق اللي بيكون طبعا معروف 24 ساعه قبل المباراه، ومنها ان شاء الله للمباراه اللي بنتمنى ان شاء الله من فريق النادي الاهلي وجهازه الفني تكون اداء ونتيجه من نصيب النادي الاهلي. وكده كده يا كريم الفتره الجايه كل الماتشات بالليل، هتلعب في القاهره 9:30، حتى لما تسافر المغرب هتلعب الساعه 8 بالليل بتوقيت الدار البيضاء، فانت مش محتاج تمرين الصبح، فكره العصر واجواء صن داونز والامور دي خلاص ما بقتش محتاجها، فانت اكيد محتاج تريح اللعيبه قدر الامكان عشان الرطوبه والحراره، في ظل احنا يبدو ان احنا داخلين على فصل صيف ساخن جدا الفتره الجايه. صح محمد جدا طبعا نقطه مهمه، يعني الجو العام طبعا مباراه البطوله الافريقيه بنقابل صعوبه ورطوبه وحاجات امور عديده جدا الحقيقه للنادي الاهلي، لكن انت خلاص داخل في مرحله كل المباريات مساء الجو بيكون مختلف بشكل كبير جدا عن الجو صباحا. فالراجل خلاص يمكن في خطوه مهمه جدا، بدا مع الثلاث مباريات القادمه الساعه 7 يكون تدريب فريق للنادي الاهلي. الامور بتكون بالنسبه لمستر كولر فيها جزء علمي كبير جدا، فيها القياسات المهمه جدا الحقيقه للراجل، يعني اي حد يا محمد بيكون بيبذل مجهود كبير في التدريبات وفي المباريات في قياسات في امور عديده في فايل طبي لكل اللاعبين، عشان كده الاختيارات بتكون موفقه سواء اختيارات التدريبات او ايضا كمان اختيارات دفع اللاعبين الجرعات التدريبيه، امتى اللاعب ده ياخد جرعه تدريبيه زياده، امتى اللاعب ده يزود. عشان كده بنقول القرارات المهمه جدا لمستر كولر بتنجح المنظومه بالكامل، مهما كانت الغيابات، مهما كانت الاصابات، مهما كان لعيب مش متواجد بيلعب مش في مكانه، مهما كان لعيب ناس بتسال عليه هو مش متواجد ليه، هي رؤيه فنيه لمستر كولر الحقيقه، وهو كسبان في هذه الرؤيه بالاداء وبالنتيجه وبالاستمراريه الكبيره جدا. بنعمل ان شاء الله باذن الله استمراريته لمستر كولر تكون ممتده بمشيئه الله حتى نهايه الموسم من ثلاث مباريات القادمه في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، اللي ما فيش حد طبعا في النادي الاهلي بيتكلم على هذا الامر في هذا التوقيت سواء اللاعبين او الجهاز الفني. هو تركيز كبير جدا يا محمد في مباراه انبي وليست مباراه طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ده اللي معودنا عليه اللاعبين والجهاز الفني، مباراه هي الاهم، المباراه القادمه بتخلص المباراه بتفكر في اللي بعدها، لكن 9 نقاط مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام، يعني واحده واحده كده زي ما بنقول خطوه خطوه، ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه من غد من مباراه انبي، يستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله ان يعود لسلسله الانتصارات يا محمد باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات بخصوص الفتره اللي جايه وتمرين الفريق اللي اتغير ميعاده من 5 ل 7:30، وان شاء الله نتمنى التوفيق في مباراه انبي غدا في الدوري العام. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده معانا ملف وقصه وقضيه مهمه جدا، وزي ما احنا معودينكم دايما كده احنا مخلينكم معانا في قلب الاحداث، لان الاحداث القرويه في مصر دايما مليئه
ويبدو ان احنا ايه مش داخلين على فصل صيف ساخن، لا داخل كمان داخلين على نهايه موسم في كواليس وتفاصيل ساخنه جدا. ملف التحكيم في مصر الحمد لله من دي 1، اول ما فتحت الملف ده من اول يوم واتكلمت على المشاكل اللي بتواجه التحكيم في مصر واسبابها ايه، وقلت يا جماعه القصه مش في قصه الحكم اللي بيصفر رايه، تسلل، هدف، ركله جزاء، القصه اعمق واكبر من كده. مين اللي بيدير الملف؟ مين المسؤول عن التحكيم في مصر؟ من هم اعضاء لجنه الحكام؟ هل اتحاد الكره دور في هذا الملف بشكل ايجابي ولا لا؟ هل تعيين خبير اجنبي هو مجرد صوره ولكن تبقى الكواليس فيها مزيدا من التفاصيل؟ النهارده انا جايب لكم قضيه جديده، وخدوا بالكم مع كل قضيه بطرحها بيبقى في صمت مريب في خمسه شارع الجبليه من لجنه الحكام. لن اوجه كلامي الى مجلس اداره اتحاد الكره، لان انا بتكلم دايما على لجنه الحكام وشغلها الفني، صمت مريب. النهارده معايا قضيه ثانيه، ولكن قضيه النهارده متعلقه بكادر تحكيمي مصري. ممكن الفتره اللي جايه نشوفه يبقى محاضر افريقي، محاضر دولي، مدرس او دارس زي ما بيقولوا، يدي محاضرات في الكورسات الخاصه بالتحكيم والحكام، لان هو حكم راح كاس عالم ومثل مصر في مباريات ومناسبات كبيره جدا. ولكن لما تيجي النهارده تلاقي ان لجنه الحكام المعنيه بالحفاظ على صوره التحكيم وهيبه التحكيم وحقوق الحكام هي اكتر جهه لا تقوم بهذا الامر، لا تقوم بهذه التفاصيل، بل بالعكس تسمع ان في كورس لمحاضرين الفيفا في مصر يوم 12/6، وتعرف ان لجنه الحكام ارسلت اسماء من اعضاء في اللجنه مش كوادر جديده، يعني في ناس في اللجنه محاضرين زي الكابتن احمد ابو العلا، زي الكابتن ابو خاطر، زي الكابتن تامر دري، هو حاليا انا ما اعرفش هو في اللجنه ولا مش في اللجنه، بس انا بديك بقول لكم الاسماء اللي كانت موجوده قبل كده او حتى موجوده حاليا. ولما يبقى في ترشيحات المفروض كوادر جديده، ناس جديده، هتلاقي مين مثلا افضل من الكابتن جهاد جريشه راح كاس عالم، ايه المشكله يبقى محاضر في الفيفا يحضر كورس المحاضرين اللي هيتنظم في مصر؟ وكورس هيتنظم في مصر ليه ما يبقاش المحاضرين او الناس اللي هتاخد الكورس حكم واثنين وثلاثه واربعه؟ ليه ما تستفيدش؟ ليه ما تعملش كوادر؟ قضيه مهمه جدا لان حصلت فيها تفاصيل انا مش هحكيها، هتسمعوها من صاحب الشأن. معايا على التليفون الكابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق. كابتن جهاد مساء الفل. يا خير يا استاذ محمد، عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكون بخير. والله الحمد لله فضل ونعم ربنا. دي مقدمه قلتها للناس عشان تعرف ان في حاجه حصلت جوه اتحاد الكوره وفي لجنه الحكام محتاجين نسمعها من حضرتك وتشرحها بكل هدوء وببساطه عشان الناس تعرف ماذا يدور في ملف التحكيم. اتفضل. بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح، أنا عارف من الكورس ده من شهرين أو ثلاث شهور فاتوا. أوكي. تواصلت مع المسؤول عن الكورس ده في الاتحاد الدولي، وأرسلت ميل رسمي للاتحاد الدولي إن أنا راجل السي في بتاعي كذا كذا كذا، فلو تكرمتوا الكورس اللي موجود في شهر 6 دوت أنا أتمنى أبقى موجود فيه. يعني كالسي في بتاعي أنا أتمنى أبقى موجود في الكورس دوت، وكده كده أنا السي في بتاعي إن أنا أدخل محاضر دولي زي زمايلي الحكام اللي معايا او سابوني بكاس العالم دخلوا الكورس وخدوا كمحاضر دولي، فانا طلبت ده. اكيد. فتواصل معايا الراجل اللي هو مسؤول عن الكورس ده في الاتحاد الدولي، مسؤول عن اتحاد في اتحاد الكورس في افريقيا، يعني ما هو المسؤول عن القصه، فقال لي يا جريش انت حاجه مشرفه في نفس الوقت انت فرصه واحد لعب الخبرات الكبيره اللي عندك ديت عشان تفيد الحكام الصغيرين الفتره اللي جايه تبقى محاضر معانا وانت ان شاء الله موجود معانا في الكورس. مباشره انا بعت الكلام دوت للاستاذ جمال علام ولجنه والاتحاد المصري لكره القدم عشان يحافظوا على مكاني في الكورس ده. الكلام ده من ثلاث شهور فاتوا. من قد ايه؟ من ثلاث شهور فاتوا، الكلام ده من ثلاث شهور فاتوا. بعت للاستاذ جمال علام ان انا في كورس كذا كذا، التفاصيل كلها قلتها له. اوكي. والناس في الاتحاد المصري عشان خلي بالكم حافظوا عليا ان انا اللي كلمت وبعت ميل للاتحاد الدولي والراجل رد عليا بالرد دوت عشان بعد ثلاث شهور في كورس موجود، ما كانش لسه اتحدد مكانه مصر. في كورس موجود في شهر 6. بسبب فطور وفي وانا يعني قلت لهم الناس مرحبه ومفيش مشكله خالص، سواء اتحاد مصري اتحاد افريقي او اتحاد دولي، وكلمت ديوي برضه مسؤول عن التحكيم في الاتحاد الافريقي ديوي نورمانديز الافواري. قلت له ديوي الوضع كذا كذا، قال لي يا جريش مفيش مشكله هتواصل مع الناس وانت كده كده راجل كادر معانا ومفيش مشكله بالنسبه لي. الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ما عندهمش مشكله. فين المشكله بقى؟
المشكله انا دلوقتي طبعا زمايل الحكام اللي كانوا معايا في كاس عالم 2018 واللي بعدنا كمان 2022 فيهم ناس خشت في الكورس دوت، سبقنا بيه فيكتور جوميز في اسبانيا، وبالصدفه البحت ان هو موجود في الكورس اللي جاي في القاهره ده، موجود كمحاضر يعني، هو اللي محاضر خلاص اللي جه بعدي اللي جه بعدي في التحكيم الافريقي، واللي راح خد المعسكر قبلي في التحكيم الدولي جاي محاضر، يعني انا لو موجود في الكورس هو محاضر ليا، لان هو انا كنت حكم في النخبه ايه وموجود في الصف الاول، وهو لسه كان لسه طالع كحكم صغير طالع، لكن طبعا البلد عنده بتدعمه والدنيا عنده الدنيا مختلفه تماما عن عندنا يعني. المهم النهارده فوجئت ويعني ان النهارده اتبعت الدعوات لكل الناس، وجالي لسه كامله من زمايلي اللي موجودين في نعم موجود في الكورس طبعا، حكام من كل الدول الافريقيه اللي موجوده، منهم من ناس كانوا معايا في كاس عالم، فبعتوا لي الدعوه وانا اسمي مش موجود في الكورس. كل اللي عملته ايه؟ طبعا قلت له ربنا يوفقك ومفيش مشكله، رحت بعت للراجل المسؤول عن الكورس في الاتحاد الدولي. يا فلان الفلاني عشان اقول اسمه، عشان هو رجع لي على فكره مره تاني وبيلومني ان انا نشرت ده، لان اللي بعت له راح لامه، انت ليه بتقول لي جهاد اللي حصل والتفاصيل اللي بينه وبينك؟ يعني البوست اللي على الشاشه ده يا كابتن جهاد راح للراجل اللي انت كنت تواصلت معاه كمان. ايوه، ما انا بقول لحضرتك اللي حصل، انا الراجل ده تواصلت معاه قلت له انا ليه انت ما وقفتش، ما انت قلت لي انا موجود في الكورس، انا ليه ما جيتش؟ قال لي ده حصل، انا بعتنا الكلام ده وترد علينا بالكلام ده، بعته لي. فقلت له شكرا، انت كده كتر خيرك، انت مش غلطان في حقي، ولا الاتحاد الافريقي غلطان في حقي، ولا الاتحاد الدولي غلطان في حقي، انا حقي هاخده من بلدي. طيب حضرتك لما تواصلت معاه وسالته اترد عليه من مين واتقال له ايه؟ اترد عليه بالمنظر، هو يعني قال لي الاتحاد بتاعك الفيدريشن بتاعك مش سبورت ليك، لان اتبعت الكلام ده، وترد عليه بالكلام ده. الكلام ده اتبعت لي، فانا نزلت بوست. فوجئت بيه هو بعد البوست ما نزل، انت ليه بتبعت لي اجريشن تاني نزلت الكلام ده؟ قلت له سالت سؤال واحد، الكلام ده حصل والله ما حصلش؟ قال لي حصل. قلت له مين اللي؟ قال لي واحد في لجنه الحكام المصري. هنا هو اللي تواصل معاه بعدين انت كتبت البوست. هو تواصل مع المسؤول عن الميلات او مسؤول عن كده، وانا عارف ان الحاجات دي موجوده في المسؤول عن الميلات او اللي بيرد يمين وشمال هو احمد ابو العيله. كابتن احمد ابو العيله المدير الاداري للجنه اعتقد، صح ولا؟ هو اللي مسؤول عن الايميلات، مسؤول عن الرد، مسؤول عن الحاجه اللي رايحه واللي جايه في لجنه الحكام. هو حط اسمه مكان حضرتك في الكورس اللي جاي؟ للاسف يعني، هو انا فوجئت بيه جوه الكورس، والغريبه يا استاذ محمد الراجل ده واخد الكورس قبل كده. ما هو محاضر. يعني انت كمحاضر دولي موجود اصلا، محاضر دولي. الكورس مش هيزودك حاجه. لكن انت منعت فرصه على مصر. يعني انت منعت فرصه ثانيه على مصر. طيب. الراجل بعد ما نزلت البوست بعت لي تاني، قال لي يا جريش انت ازاي تنشر حاجه زي كده؟ قلت له انا الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ قال لي حصل. قلت له خلاص، انا راجل بدور على حقي جوه عندي في الاتحاد بتاعي، بطالب بحقي عادي، في عندك مشكله في ده؟ وانا ما ذكرتش اسمك، انت راجل مسؤول في الاتحاد الدولي ومسؤول في القصه، لكن انت بتقول لي اللي حصل ايه؟ فانا اللي حصل ده يعني يمد الصله لي انا والاتحادي، انت بره الموضوع. قال لي خلاص اوكي وشكرا، السلام عليكم وعليكم السلام، خلاص والراجل بره الموضوع خالص. بس الكلام ده حصل؟ قال لي حصل. الكلام ده فعلا واقع حصل والكلام ده مظبوط؟ قال لي مظبوط. قلت له خلاص انا ما نشرتش كذب، انا نشرت اللي حصل، وبالتالي بقى طالب بحقي في الاتحادي. طيب الكابتن احمد ابو العيله رد عليه لما ساله عايزين جهاد في الكورس ده، فقال له جهاد مشغول مش فاضي بيحلل في احدى القنوات التلفزيونيه، وبالتالي هو حاليا لا يشغل اي منصب في لجنه الحكام فمش هيكون موجود في الكورس. ده الرد اللي وصل لحضرتك. معناه ان الاتحادي مش عايزني، ما هو معنى الكلام ان الاتحاد او لجنه الحكام مش عايز توديني. فالراجل بالتالي طب مين انا فلحت الاسم بتاعه؟ ما علينا. النهارده الاستاذ جمال علام مشكورا والدكتور ايهاب مشكورا تواصلوا معايا. اوكي. جمال علام رئيس الاتحاد والدكتور ايهاب الكومي، فقلت لهم يا جماعه انا ليا حق في الاتحاد المصري لكره القدم، حقي عايز اخده. قالوا لك ايه؟ استاذ جمال بصراحه قال لي هبعت اسمك ما تقلقش، بس انت ما اتشلتش يا كابتن جهاد وتحط مكانك حد، الاسم اللي جالنا هو احمد ابو العيله. قلت له يا فندم ما هو الاسم ده قبل ما يجي لك كان في حوارات حاصله في النص. الكلام ده حصل وبالتالي تم استبعادي قبل ما يجي الاسم. الكلام ده حصل من راجل مسؤول واتبعت الكلام اللي انا كاتبه ده يا استاذ جمال، الكلام حقيقه وحصلت. طب سؤال يا كابتن جهاد، لما الاستاذ جمال علام سالك هو كان عنده فكره عن الموضوع اصلا ولا اتفاجئ بالكلام من خلالك؟ لا الناس كلها عرفت، يعني الكلام كله اتعرف من البوست بتاعي. يعني اصلا ما كانوش يعرفوا ان في كورس للفيفا في مصر. القصه كلها دي حصلت بدون علم الاتحاد المصري لكره القدم. بدون علم الاتحاد؟ طبعا. النهارده البوست بتاعي هو اللي فجر المشكله. البوست بتاعي النهارده اللي فجر المشكله، انا بقول يا جماعه لو سمحتوا اديني حقي. احنا بلد يا استاذ محمد دلوقتي فيها وزير شباب محترم بيدور على كل واحد ياخد حقه، فيها رئيس وزراء محترم، فيها رئيس جمهوريه محترم بيدور على كل واحد ياخد حقه. طيب. ممنوع في اي مجال من المجالات ان حد ياخد حق حد. احنا في جمهوريه طيب. جديده وكل الناس بتطالب بالحقوق، ايه المشكله انا طالب بحقي؟ طيب دلوقتي لجنه الحكام، طيب اللجنه فيها المفروض
رئيس اللجنه الخبير البرتغالي فيتور بيريرا عنده فكره عن اللي حصل؟ هل تم اختاره بالتفاصيل دي؟ انا متاكد ان ما عندوش فكره. انا على فكره انا بفكر اروح له بكره او بعد اقعد معاه اكلمه مني ليه مباشر من غير مترجم. انا ليه مترجم ليه؟ لان من انا غير ايه؟ لا ثواني من غير ايه يا كابتن جهاد؟ من غير مترجم ليه؟ اصل انا الموضوع ده انا اتكلمت فيه كتير جدا ومحدش كان بيسمع لنا، قلنا يا جماعه هاتوا مترجم. محمد لازم الراجل يعرف الحقائق، لان الكلام اللي بيترجم له غير الحقيقه، وبالتالي هو الراجل ما يعرفش حاجه. يعني انا اقول لك على حاجه، الراجل فعلا ما يعرفش تفاصيل اللي بيحصل. طب الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه هل عنده فكره عن كرسي الفيفا والاختيارات دي ولا اتفاجئ زيك؟ بص انا اتصلت بمحمد فاروق. محمد فاروق اكثر من اخ بالنسبه لي، ومن الناس المحترمه جدا على المستوى الشخصي. كلمته محمد، انت نائب رئيس اللجنه، بكلمك كاخ وصديق بعيد عن اللجنه وبعيد عن التحكيم. يا محمد اللي حصل كذا 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 كذا، التفاصيل الممله دي ما كانش حد عنده علم في اللجنه ولا اللجنه كمان ولا اعضاء اللجنه، ما فيش حد عنده علم، هم فجوا زيهم بالتفاصيل دي كلها. انا بكلمك والله كلام واقع يا محمد. ما ينفعش احنا اتحاد كبير، اتحاد مصر اتحاد كبير، ولجنه الحكام المصريه لجنه حكام كبيره. انا بقول لك الموضوع تم في الخفاء تماما. كابتن جهاد اسالك سؤال. اتفضل. هو انت لو بقيت محاضر دولي ممكن تدخل لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ هو شرط عشان اترشح عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي. ما ده دي اكمله الموضوع. عشان تترشح عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي لازم تبقى محاضر دولي. طول ما انت مش محاضر دولي ما ينفعش تترشح كعضو لجنه حكام، وبالتالي خليك ما تبقاش محاضر في الاتحاد الدولي عشان ما اسمك ما يترشحش في لجنه حكام الاتحاد الافريقي. ده يعني ايه نظره مستقبليه اللي ممكن وصلت. يحصل. وصلت يا كابتن يعني جهاد. للاسف للاسف الاتفاق لما بيحصل بالمنظر ده بيتفق مش على جهاد جيش على فكره. ما انا قبل كده اتظلمت في موضوع كاس عالم وطلعت قلت ريان يا فجل زي ما بيقولوا، وفي الاخر ما فيش مشكله وربنا كاتب ده. بس ما ينفعش يا جماعه انت تتكلم على اسم مصر. ما ينفعش مصر كلها فيها اثنين محاضرين او ثلاثه محاضرين اللي هم دلوقتي موجودين في اللي هو لوحه كل الكورسات، والباقي قاعد يتفرج بخبرات الناس اللي موجوده. صعب قوي. ما ينفعش. لا ده كمان انت اقول لك على حاجه. اتفضل. انت لو محمد فاروق راح الكورس ده ما عنديش مشكله. محمد مش محاضر، ما راحش الكورس الاتحاد الدولي. لو راح يبقى اضفنا اسم جديد للمحاضرين في الاتحاد الدولي. هو الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه مش محاضر دولي؟ لا ما راحش كورس دولي اتحاد دولي. انا بقول لك انت او العيله ده محاضر دولي وراح كورس قبل كده نفس الكورس ده، انت بتاخده ثاني ليه؟ او بتزج باسمك تاني فيه ليه؟ يا كابتن جهاد انت قلت جمله يعني مش هقول لك زعلتني. فيكتور جوميز اللي لسه مبطل من شهرين واللي كان طالع صغير وانت موجود بقى، يعني اقول لك ايه ده بقى دلوقتي هو مش داخل لا يبقى. انا هبعت. بص يا استاذ محمد انا هبعت لك الميل بتاع الاتحاد الدولي اسامي الناس اللي موجوده والمحاضرين اللي في الكورس ده. فيكتور جوميز ده هو اللي هيحاضر. مظبوط. محاضر من ضمن المحاضرين، خمسه محاضرين. هو واحد من ضمن المحاضرين اللي لسه من ثلاث شهور واخد الكورس نفس الكورس ده واخده في اسبانيا. واقول لك على مفاجاه ثانيه. اتفضل. في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي اللي كانت من كام يوم في الجزائر خدوا قرار ان في تعديل من جديد هيحصل على لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، ابرز الوجوه الجديده اللي هتنضم فيكتور جوميز. طبعا ما هو خد الرخصه اللي ممكن يبقى بيها عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي. فهو دلوقتي انت بتمنع الكلام ده على جهاد او على كادر جديد عشان ما يبقاش عنده الرخصه اللي ممكن ينافس بالوصول في المكان ده. يعني حاجه. بص يا استاذ محمد الامر واضح جدا للكل، والكل عارف كل حاجه وعارف الامور بتدار ازاي، بس للاسف عايزين تدخل وتدخل جذري من الاتحاد المصري لكره القدم او من المسؤولين عن الرياضه. حتى لو توصل لرئاسه الجمهوريه يا جماعه لازم الناس تتدخل، الناس تاخد حقوقها. ده مهم. لان طيب. انا اقول لك على حاجه، فاقد الشيء لا يعطيه. اذا كنت انت مش قادر تدي حق لكادر موجود كواحد بطل تحكيم وكده، ازاي هتدي الحكام اللي موجوده حقوقها؟ وازاي هتوفر حقوق الانديه اللي بتنافس في منافسه شريفه؟ انت مسؤول عن التحكيم، فما ينفعش. عموما كابتن جهاد انا يعني بشكرك على كل هذه المعلومات، وبصراحه الموضوع يعني ربنا معاك وربنا يوفقك، ونشوف الاتحاد هيتصرف ازاي في القضيه دي خلال الساعات الجايه، لان القضيه دي محتاجه قرار مش محتاجه تصحيح. لا تصحيح وقرار، واللي اخطا لازم يتعاقب. بس هنقول كم مره مين يتعاقب؟ مره واثنين وثلاثه ومفيش جديد. كل اللي احنا قلناه قبل كده حتى المترجم كابتن جهاد قالها دلوقتي والله على الهواء، عشان تعرفوا ان احنا لما بنتكلم للصالح العام، ما عندناش مشاكل شخصيه مع حد. يلا عموما في طاقم فار مصري مسافر الجزائر هيحضر نهائي الكونفدراليه ما بين اتحاد العاصمه ويانج افريكانز يوم 3/6. الاتحاد الافريقي النهارده اعلن حكام مباراه نهائي الكونفدراليه، لقاء الاياب اللي هيتلعب في الجزائر ما بين اتحاد العاصمه ويانج افريكانز، وهيكون على تقنيه الفيديو طاقم مصر بالكامل، كابتن محمود عاشور، كابتن محمد عادل، والكابتن محمود ابو الرجال. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، باذن الله يعملوا مباراه كبيره. وخلال الساعات القادمه ان شاء الله قبل نهايه هذا الاسبوع هيكون عندنا حكام مباراتي الاهلي والوداد في القاهره
والوداد والاهلي في كازابلانكا. التعيينات خلاص صدرت رسميا بالنسبه لنهائي الكونفدراليه، لقاء الذهاب في تنزانيا 28/5، لقاء العوده في الجزائر 3/6. وعلى الشاشه زي ما انتم شايفين الحكام المصريين اللي موجودين في تقنيه الفيديو في مباراه 3/6، كل التوفيق ليهم. ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون ايجابيه بالنسبه للاطقم التحكيميه في المباريات الافريقيه، لكن كل اللي حكاه كابتن جهاد بصراحه محتاج تحرك كبير على اعلى مستوى في اتحاد الكوره وفي وزاره الرياضه للي بيحصل في ملف التحكيم بهذا الشكل. طيب اخر حاجه قبل ما اطلع فاصل، كلنا شفنا امبارح رابطه الانديه اعلنت مباريات الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وانا في نفس المكان ده امبارح كنت بتكلم وقلت يا جماعه صعب جدا الاهلي يلعب 10 ماتشات من 22/6 ل 20/7، وبالفعل خرج امبارح الحاج عامر حسين المشرف على اداره المسابقات وقال ان احنا حطينا كل مواعيد مباريات الاهلي بالمؤجلات لغايه 8/7، وسبنا اخر 5 مباريات للاهلي لما نشوف موقف الفرق اللي هتهبط، عشان لو الموقف مش واضح ممكن نلعب اخر مباراتين في الاسبوع ال 33 وال 34 في توقيت واحد، وبالتالي مباراه الاهلي ممكن تترحل شويه ل 25/7. وانا بقول لكم مباراه الاهلي هتترحل شويه ل 30/7 واول 8، لان مش معقول هتلعب الاهلي كل يوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو تبصوا على مباراه الاهلي ابتداء من بكره 23/5 امبي، 26/5 طلائع الجيش، 29/5 سيراميكا كليوباترا، 4/6 و11/6 ماتش الوداد ذهاب ونهائي افريقيا، ذهاب واياب نهائي افريقيا. بصوا بقى بعد كده 22/6 ماتش حرس الحدود في الدوري، بعدها بثلاث ايام 25/6 هتلعب ماتش السويس في الكاس دور ال 32، بعدها ب 72 ساعة ماتش 29/6 مع البنك الاهلي في الدوري العام، بعدها ب 48 ساعة 2/7 هتلعب مع فيوتشر، بعدها ب 48 ساعة تلعب مع الإسماعيلي 5/7، بعدها ب 48 ساعة تلعب مع الاتحاد السكندري 8/7. هو ناقص يحط للأهلي كل مباراة، كل يوم مباراة، يعني كل يوم مباراة. مفيش فرقة في العالم ممكن تتضغط بالشكل ده. عايز تخلص الدوري خلص الدوري، بس مش معنى إن في بطولة عربية هتتلعب 20/7 فأنت تدمر مباريات لفرق كبيرة عندها منافسات قوية وبتلعب فيها لعيبة دولية بالشكل ده. يعني خلص الدوري 30/7، ايه المشكله بالنسبه لك؟ ما انت قبل كده اجلت كتير لتفاصيل كتيره جدا، لكن نلعب بالشكل ده بالاطار ده مش عارف بصراحه، صعب جدا. وعموما هنشوف الفتره اللي جايه متى سينتهي الدوري العام والتوقيتات الرسميه اللي هيعلن فيها ختام الدوري العام. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والترندات النهارده معانا الترند الاهلي، الترند العالمي، في تفاصيل كتيره جدا هنتكلم فيها، وممكن نتكلم كده كمان في ايجاز سريع على مباراه منتخبنا الوطني امام غينيا اللي اتحددت رسميا يوم 14 يونيو. نبدا مع بعض ترند الاهلي بابرز حاجه والحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، وقالوا بمناسبه الجائزه نادي القرن النهارده ذكرى فوز الاهلي وحصول الاهلي على جائزه نادي القرن بعد مرور 22 سنه، وما نيل المطالب بالتمني، جائزه لا يمكن رؤيتها الا داخل معقل نادي القرن بالجزيره. تخيل كده وانت داخل قلعه النادي الاهلي في الجزيره وبتبص لقيت جائزه نادي القرن بتتوسط ايه؟ لقب دوري الابطال ولقب كاس الكونفدراليه. والله يا جماعه لقب دوري الابطال ده مش كاس واحده، انت لو رحت المقر بتاع النادي في الجزيره وزرت المتحف بتاع البطولات هتلاقي الكاس دوري الابطال الشامبيونز ليج الافريقي، لا ده في اكتر من 3-4 نسخ، لان النادي الاهلي احتفظ بالكاس ده في مناسبات كتيره جدا، كمان الكونفدراليه، كمان كاس الكؤوس الافريقيه، كمان دوري ابطال افريقيا في النظام القديم لان الاهلي فاز بيه قبل كده 82 و87. فيعني الحمد لله قلعه البطولات مليئه بالالقاب والانجازات، وبصراحه يعني تويته في مكانها وفي توقيتها، جائزة لا يمكن رؤيتها إلا داخل مقر النادي الأهلي ومعقل نادي القرن في الجزيرة. اليوم السابع بيتكلموا على مباراة إنبي، كولر يحذر لاعبي الأهلي من صعوبة مباراة إنبي في الدوري العام. بالطبع مباريات الدوري اللي جاية كلها هتبقى مباريات صعبة جدا، لأن أنت داخل في مرحلة يعني عايز تخلص الدوري بدري بدري، زي ما أنتم شايفين إحنا بنستعرض جدول المباريات يعني أكنك هتلعب كل يوم مباراة. فهيبقى صعب جدا من 20/6 لنهاية 7 تلعب هذا الكم الكبير من المباريات، فلو انجزت وخلصت المباريات بدري بدري اعتقد انت ممكن حتى في نهايه الموسم تعتمد على مجموعه من الناشئين او العناصر الواعده اللي انت ممكن تفكر فيها للموسم اللي جاي، وهيبقى تحضير جيد جدا بالمناسبه للموسم اللي جاي، لان الموسم اللي جاي مليء بتفاصيل كثيره. انت هتبدا دور السوبر وهتروح على دوري ابطال افريقيا، وعندك سوبر مصري وهتلعب دوري وفي كاس افريقيا،
فنهايه الموسم مهم التحضير ليها بشكل جيد زي ما حصل على فكره في نهايه الموسم اللي فات، عشان كده السنه دي عاملين نتائج كويسه جدا في ظل راحه الاساسيين وقت نهايه الموسم اللي فات. طيب حساب كوره بلس بيقول ان الاهلي يؤكد جاهزيه رامي ربيعه للمشاركه امام انبي. رامي كان تعرض لاصابه في الكتف في نهائي الكاس امام بيراميدز، وخلال الفتره الاخيره كان بيعمل جلسات للتعافي من الاصابه اللي تعرض لها في الكتف، والحمد لله دخل في التدريبات الجماعيه وهيكون جاهز للمشاركه في مباراه انبي. ولكن الرؤيه الفنيه هتكون لمارسيل كولر لما يعلن القايمه، او مش هيعلن، هو طبعا عارفين كولر ليه مدرسه معينه بيختار القايمه، وبكره في المباراه بنعرف الاساسي بالاحتياطي، فتبقى دي القايمه اللي اختارها في المعسكر. طيب جريده الشروق النهارده ومن خلال حسابها على الشروق نيوز خدت تصريحات مهمه جدا للمستشار القانوني للاهلي الاستاذ محمد عثمان، واللي اتكلم فيها وقال الاهلي هيحسم موقف كهرباء من المشاركه في المباريات خاصة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي يكفلها لنا القانون والأمور مستقرة. كهربا مستمر مع الأهلي، هيلعب نهائي إفريقيا، لا يوجد ما يمنعه حاليا من المشاركة، وبإذن الله إن شاء الله يشارك كهربا في الفترة اللي جاية. ودي تصريحات نقلتها الشروق عن الأستاذ محمد عثمان في تصريحاته اللي قالها من خلال قناة الأهلي في الساعات الأخيرة. حساب يلا كورة وبيتكلموا على موقف الشناوي، ومن النهاردة هنسأل كل شوية أخبار الشناوي إيه؟ يا جماعة لسه عندنا مساحة من الوقت، فالتركيز كتير على موقف الشناوي صدقوني والله يعني على المستوى المهني وعلى المستوى الإعلامي مش هيضيف كتير. كده كده النهاردة 22/5 لسه المباراة 4/6، في الفترة دي البرامج التأهيلية فيها تفاصيل كتيرة وكل يوم في مستجدات. النهاردة يلا كورة مصدر في الأهلي قال إن كولر طلب تقرير طبي عن حالة الشناوي بسبب نهائي دوري الأبطال، وأنا بقول لكم التقرير ده لسه مش دلوقتي، التقرير ده هيكون بعد ختام مباريات الدوري الثلاثة يوم 29/5 قبل الدخول في معسكر مغلق لمباراة الوداد، لأن الأهلي بيفكر يدخل معسكر قبل ماتش الوداد في القاهرة، وكمان يسافر مبكرا استعدادا لماتش الوداد في المغرب إن شاء الله في أول 6. حساب كورة بلس ونفس الفكرة لحسم موقفه من المشاركة في نهائي إفريقيا، تطورات إصابة الشناوي حارس الأهلي. كل يوم بقى إيه؟ الشناوي عمل جلسة تأهيل، الشناوي دخل جلسة تأهيل في المساء، الشناوي بكرة اجتمع مع الطبيب، بالليل الطبيب اجتمع مع المدير الفني، اليوم اللي بعديه المدير الفني تقابل مع الشناوي. هنفضل بقى في الحلقه دي ماشيه كده بالشكل ده، بصراحه مش عارف يعني فكره تفاصيل كتير قوي يوميا على الشناوي بالموضوع ده انا شايفه يعني مش في مصلحه الاهلي يا جماعه، يعني مع احترامي لكل الزملاء نصبر لغايه لما يخلص اول يوم او اول مرحله من البرنامج التاهيلي، مثلا المرحله الاولى هتخلص مثلا يوم 26/5 نشوف الوضع ايه، نسال على المرحله الثانيه، وفي النهايه طالما الاهلي ما اعلنش رسمي نستنى. وفي جزء تاني مش عايز اقول ليه مهمه وطنيه، بس في توقيت معين لما تكون عندك حدث كبير زي نهائي افريقيا مش من ال مش عارف اقول اشرحها ازاي، بس يعني يفضل عدم التركيز وشرح تفاصيل متعلقه باصابه اللاعب، يرجع ولا ما يرجعش، جاهز ولا مش جاهز، لان اكيد المنافس متابعك وبيتفرج وشايف وعايز يعرف ادق التفاصيل يعني. المهم الجهاز الطبي قال ان الشناوي ينوي اجراء اشعه، يعني الخبر ينوي وهيعمل اشعه بعد المرحله الاولى من التاهيل وبعد المرحلة الثانية وقبل القرار النزول للتدريبات الجماعية. طيب حساب كورة بلس، أول قرارات الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوداد عايز يجي يحضر ويعمل معسكر في القاهرة من يوم 29/5 ومباراته مع الأهلي يوم 4/6، يعني قبل 5 أيام. على فكرة الوداد لما جه لعب سان داونز في المباراة الإياب في نصف النهائي سافر قبل موعد المباراة ب5 أيام. والمفاجأة إن الوداد حجز فندق الإقامة المواجه لملعب المباراة، يعني ملعب لوفتس اللي بيلعب عليه سان داونز مباراته الإفريقية قدامه في فندق، الفندق ده فريق الوداد حجز فيه، فبالتالي ما بقاش بيتحرك في الفندق، في ملعب تدريب في الأوتيل، التدريب الأساسية راح على الأوتيل اللي قصاده بيعدي الشارع بس، يعني أدي مثلا أهو ده الأوتيل بتاع فريق الوداد أو الأوتيل اللي قصاد ملعب لوفتس، وأدي ملعب لوفتس. انت بتتكلم بس يعدي الشارع، بنتكلم في 50 متر او 100 متر، فبالتالي يعني كان تحضير جيد للوداد في مباراه سان داونز. اكيد هيبقى ليهم نفس التحضير في مباراه الاهلي، لان خلاص بتتكلم في نهائي افريقيا، فالامور الاداريه دي مهمه جدا في التحضيرات لمباراه النهائيه. واحنا عندنا في النادي الاهلي الحمد لله الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي افضل من يتولى هذه الجزئيه، واكيد هيكون لهم دور كبير جدا في التحضير لمباراه العوده. طيب ده ترند الاهلي. ترند العالمي، وقبل ما نروح لريال مدريد، امبارح السيتي
حقق لقب الدوري الانجليزي للعام الثالث على التوالي، وفي اخر ست سنين خد لقب البريمير ليج 5 مرات وخسروا مره واحده كانت لصالح ليفربول. حفله كبيره امبارح للسيتي، الف مبروك لمانشستر سيتي على لقب البريمير ليج. من موسم 17 18 ل 2023 انجاز كبير جدا، ولكن هل يقدر السيتي يفوز بدوري ابطال اوروبا؟ ده هنشوفه في مباراته مع انتر ميلان. ريال مدريد نشر بيان رسمي بخصوص الواقعه اللي حصلت مع فينيسيوس امبارح في الدوري الاسباني، وقعت عنصريه خطيره جدا. النهارده الريال طلع بيان بيدين وبيشمئز من الاحداث اللي جرت في مباراته مع فالنسيا، واللي تعرض فيها فينيسيوس جونيور لافعال يعني غير مقبوله من بعض الجماهير. بتتكلم بقى على فكره المعايشه والديمقراطيه والامور الاجتماعيه مع اللاعبين في بعض الدوريات الاوروبيه، اكيد الموقف ده مش هيعدي بسهوله سواء من ريال مدريد او حتى كمان من لاليجا وحتى على المستوى القضائي والقانوني في اسبانيا خلال الساعات اللي جايه. طب نروح بقى على المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لتشكيل الاهلي في مباراه انبي. الزعيم قال كل انجاز للاهلي بيقللوا منه ويقولوا عادي، انا زعيم افريقيا وكبير العرب فخر بلادي، نادي الوطنيه والمبادئ يا زينه النوادي، ازاي يتقارن الماجستير باللي معاه اعدادي؟ الله عليك. التشكيل بيقول علي لطفي، ياسر ابراهيم، متولي، خالد، ايمن اشرف، السليه، ديانج، افشه، عبد القادر، طاهر، محمد شريف. طيب استاذ عبد الله بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، نظرا لضغط الماتشات وضيق الوقت بين المباريات اتمنى يكون في عدد كبير من اللاعبين ياخدوا راحه، وتشكيل الاهلي اتمنى لطفي، متولي، ياسر، خالد، عبد الفتاح، ايمن اشرف، اليو، ديانج، السليه، قندوسي، طاهر، عبد القادر، محمد شريف، وان شاء الله 2-0 للاهلي افريقيا يا اهلي. ناس كتيره بتتمنى تشوف ايمن اشرف، كل شارك ولعب ما عدا ايمن اشرف، نتمنى الفتره الجايه نشوفه، ولكن اكيد في مدير فني هو المسؤول عن كل قراراته الفنيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.